قدم صباح اليوم المتحدث الرسمي لمنسقية الأحزاب السياسية المعارضة حديثا صحفيا يشير فيه إلى الحالة الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية. جزء من حديثه. قدمت منسقية الأحزاب السياسية المعارضة في بيانها الصحفي للرأي العام الوطني والمحلي حول الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد تناول السيد محمد آدم المتحدث الرسمي باسم المنسقية المواضيع الراهنة معربا عن أسفه للحالة الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الطبقات الاجتماعية، مشيرا بأن الفترة القانونية لنواب الجمعية الوطنية قد انتهت. وعليه طالب المتحدث الرسمي باسم منسقية الأحزاب المعارضة بإجراء انتخابات نيابية جديدة، مطالبا من الحكومة مضاعفة الجهود في تقوية الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم من قبل المجرمين وقطاع الطرق وتعميم روح الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية والحكومة والحفاظ على الهدوء الاجتماعي في البلاد.